طيب نعود لدكتور محمد زهران استشاري نواقل الأمراض مدير برنامج الملاريا بوزارة الصحة السعودية، مساء الخير. نور السرور، يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. الجهد الذي يلقى على أو الواجب الذي يلقى على عاتق البلدان بموضوع مكافحة مرض الملاريا إلى أي درجة في تقصير فيه، خاصة بأنه منظمة الصحة هي التي تدعم تقدم الدعم أصلا للبلدان بهذا الإطار؟ وفقك الله، صحيح. منظمة الصحة العالمية حقيقة وضعت مرض الملاريا من أولوياتها للقضاء على هذا المرض في البلدان وللقضاء على هذا المرض في الكرة الأرضية عموما، نقل العدوى فيه، وهذا هو الهدف إلى عام 2030 ميلادي. أنجزت منظمة الصحة العالمية حقيقة بفضل مادتي الكلوروكين كعلاج الملاريا الذي اكتشف منذ اكتشاف المرض، والدي دي تي كمبيد يقتل ناقل الملاريا وهو بعوض الأنوفلس. هاتين المادتين فقط من عام 2001 إلى 2017 أنقذتا ما يقارب 6.8 مليون شخص من الوفاة بهذا المرض. ولكن حقيقة تظل هناك تحديات وصعوبات خصوصا في القارة الأفريقية التي يسجل فيها الوفيات، 90% من الوفيات في العالم تسجل في قارة أفريقيا. والمرض بيقتل حوالي 400,000 شخص، ما زال يقتل من فئة الأطفال، ومثل ما قلت أكثرهم بأفريقيا. لماذا هنا؟ أي عوامل تدخل؟ موضوع الفقر، عدم التوعية، أي عوامل تدخل؟ نعم نعم، المرض فعلا يقتل تقريبا 500,000 شخص في من عام 2015 الى وكل عام الى الان، وكان يقتل قبلها بخمس سنوات 1 مليون إلى 1 مليون شخص. ولكن العوامل هي اكثر عامل يسبب قتلا للملاريا او اصابه بها هي الامطار، اكثر يسموه ريسك فاكتورز او عوامل الخطر هو الامطار. أمطار؟ الأمطار نعم، تواجد كميات هائلة من الأمطار تؤدي إلى إيجاد بؤر مناسبة لتوالد وتكاثر البعوض الناقل لهذا المرض. الملاريا لا يمكن تنتقل من شخص مريض إلى آخر سليم عن طريق التنفس، ولا يمكن أن تنطلق عن طريق الملامسة أو استخدام الأغراض الشخصية مثل الأمراض المعدية الأخرى. الملاريا تنتقل فقط بوجود البعوض الناقل لينقلها من الشخص السليم إلى من الشخص المريض إلى الشخص السليم. فتواجد البعوض وتكاثره يحتاج إلى كميات من المياه الراكدة، وهذه تتواجد غالبا في الجزء المداري من قارة أفريقيا. شكرا كثير، يعني محظوظين رجع الاتصال لنستفيد من كل هالمعلومات القيمة. شكرا كثير دكتور محمد الزهراني استشاري نواقل الأمراض مدير برنامج الملاريا بوزارة الصحة السعودية.